ازيكم يا جماعه؟ معلش احنا هنعيد الفيديو بتاع امبارح عشان يوتيوب عليا، عشان يوتيوب، وانا ما بحبش اللي عليا لمؤاخذه في اللفظ، بس الموضوع عصبني جدا لان ده ثالث فيديو يعملوا له حظر عشان بوعي الناس بالحقائق الموجوده. ما اصل لو ما كانتش حقيقه ما كانوش هيخافوا كده، ولكن الضر عامل لهم قلق خالص. فاحنا هنعيد الفيديو، يا ريت تشيروا ميتين امه اكتر، ماشي، عشان يجيب مشاهدات والناس تكون فاهمه ايه اللي بيحصل في الدنيا يعني وكده. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. غيرت لكم بس شويه حاجات في الفيديو، بس ان شاء الله يعني هنخبي الحاجات اللي هم عملوا عليها بلوك. هوريكين هيلين عملوا بسبب انتخابات دونالد ترامب عشان ما يكسبش. ضره ايه العلاقه وليه هيصنعوا عاصفه بالشكل ده بالحجم ده عشان الانتخابات، وليه هيدمروا امريكا، وليه كل ده؟ ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. ازيكم يا جماعه؟ اهلا بيكم في حلقه النهارده. طبعا واضح من عنوان الحلقه ان هي هتسبب جدال كتير وهتجيب مشاهدات كتير، ولكن مش بعمل الفيديو ده لغرض المشاهدات، بعمل الفيديو ده للتوعيه عشان تكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل. 1000000% هيجيلي ناس المناخ من ربنا فقط، واي حد يقول كلام غير ده كافر وملحد. اعذرني باللفظ، ولكن هدي شويه. موضوع تغيير المناخ ده حاجه قديمه مش حاجه جديده، اوريدي بيعملوها، جربوها في دبي وحصل فيضان، ولكن في امريكا وكندا معروفه، بقت معروفه دلوقتي ان هما بيعملوها. مش مصدقني. And now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right. Lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. دلوقتي احنا شايفين هم قادرين يغيروا المناخ. عايزك تراوق معايا واحده واحده. لو انت بتدخن اطلع اشرب لك سيجاره وتعالى تاني عشان تهدى معايا كده وتروق، لان الموضوع محتاج دماغ رايقه وتفكير. وهاخدك معايا واحده واحده قبل ما تقول ان ضر تعبان في دماغه. وعايز افكرك بحاجه، اللي تعبان في دماغه ده كان بيقول لكم من 4 سنين ما تاخدوش اللقاح لان اللقاح هيفشخكم. ودلوقتي الان بوكس بتاعي لما بتكلم على موضوع اللقاح او بحط مقالات جديده طالعه ان هي الناس بتسبب ان نسبه السرطان طلعت للسماء، نسبه المشاكل الصحيه طلعت للسماء، ومليون حاجه وحاجه، كلكم دلوقتي بتبعتولي بتقولي يا ضره يا ريتني سمعت كلامك وما خدتش اللقاح، انا عندي مشاكل صحيه كذا وكذا وكذا. اسمع معايا كده روق قبل ما تقول ايه ضره اتجنن في دماغه وهو بيقول كله بيقوله ده هجس. خلينا الاول نفهم حاجه. دخلنا على جوجل شفت المقاله دي، ازاي عاصفه هيلين بقت كارثه ل6 ولايات، وهي طبعا العاصفه رايحه اتجاه فلوريدا اللي هي اكتر واكبر ولايه فيهم ناس هيصوتوا لدونالد ترامب. خلينا نشوف الولايات اللي هتتاثر من الاعلام اللي في امريكا. ايه الولايات اللي هتتاثر جامد؟ فلوريدا، جورجيا، ساوث كارولينا برضو ولاية حمراء، نورث كارولينا ودي مهمة، تينيسي برضو ولاية حمراء، وفيرجينيا. فيرجينيا مش شرط. وزي ما انتوا شايفين هنا هيلين متجهة على الولايات دي. ولكن تعالى نعمل سيرتش لحاجة تانية. هنعمل سيرتش ايه اكبر ولايات سوينج ستيتس. يعني ايه سوينج ستيتس؟ سوينج يعني تتمرجح. سوينج ستيت في الانتخابات يعني ولاية ممكن تغير بسرعة من تصويت ديمقراطي الى تصويت ريبوبليكان. تعال نشوف ايه اكبر سوينج ستيتس، اللي هي الولايات اللي ممكن تتمرجح او تتغير بسرعة لولاية حمراء في يوم الانتخابات. في يوم الانتخابات، لان دي حاجة مهمة اوي، يعني ممكن يكونوا متوقعين ان الولاية دي تكون ديمقراطية ولكن في يوم الانتخابات تغير بسرعة. هي دي السوينج ستيت. الستيتس ذات كود سواي ذا 2024 election، يعني الولايات اللي ممكن تغير مصير الانتخابات بتاعة 2024 رئاسة امريكا. رقم 1 جورجيا، ورقم 2 نورث كارولينا. دلوقتي السؤال، ماشي نفترض ان العاصفة دي متجهة للولايات دي، طب
ايه المشكلة؟ ما هم هيصوتوا برضو. استنى معايا في الفكرة دي. عملت جوجل will people in North Carolina be able to vote now؟ هل الناس اللي في الولايات نورث كارولينا هتعرف تصوت دلوقتي؟ NC election board authorizes West countries to change voting plans. يعني المؤسسة بتاعت الانتخابات صرحت ان البلد ممكن تغير قوانين الانتخابات في حال طوارئ زي العاصفة بسبب هيلين. عايزك تبص بس على الحتة الزرقاء. Voters يعني الـ القانون الجديد ده will give voters in the affected countries more options to receive and deliver absentee ballots. هترجم لكم. الناس اللي في الولايات دي هيكون عندهم الاوبشن او الخيار ان هما ما يسلموش اي حاجة خالص ودي تبقى absent ballots، يعني الرصيد بتاع الانتخابات الصندوق زي ما بنقول احنا في مصر الصندوق يكون فارغ. تعال بقى نروح لتشات جي بي تي ونسأله ايه اكتر نوع فوتينج بتسبب فراد، ايه اكتر نوع من الانتخابات او نوع التصويت اللي يسبب تزوير في الانتخابات. absentee ballots. انا مش بقول حاجة، انا مش بقول ان هم عملوا العاصفة دي عشان يغيروا انتخابات امريكا، لا خالص. انا بقولك ان البني ادمين دلوقتي بالذات امريكا قادرين جدا 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 ان هم يغيروا المناخ ويسببوا عواصف. الانتخابات جاية كمان شهر خلاص، والعاصفة دي عمالة تكبر وتكبر، وقدامها بالظبط 20 ساعة لحد ما توصل فلوريدا، فيعني التوقيت بتاعها غريب سيكا. هتضرب ولايات معينة عليها اكبر تأثير في الانتخابات، غير ان هم ممكن يستخدموا الولايات دي بالذات حتى لو من الناس ما قدرتش تصوت، هيستخدموا حجة الابسنتي بالتس ان هم يزوروا في الانتخابات زي ما عملوا في 2020. كل دي صدف. ما تيجي نشوف الناس اللي هناك بيصوروا ايه. الناس اللي هناك اللي عايشة في فلوريدا والبلاد دي، لان خلاص السحاب بدأ يتغير هناك. تعال نشوف الفيديو الغريب ده مع بعض. راجل صور السحاب. راجل غلبان. I've never seen cloud formation like that in my life. Look at that. Does anybody know what that is? انت شفت حاجة زي كده؟ انا عمري شفت حاجة زي كده بصراحة. فيديو تاني اهو. صوره بتليفونه. ده شخص مختلف. ده مش نفس الشخص. ده حساب تاني. نقول ايه طيب؟ نقول سبحان الله، سبحان الله التوقيت كل حاجة جاية كده بيرفكت. This weather is not natural. We know there is manipulation taking place and look at these lasers going off here and it seems like they're guiding the storm into the Houston and Louisiana area. I mean lasers are guiding the storm into a certain direction. أول لقطة في الفيديو كتبت لك حطيت لك الراجل العالم اللي اصلا بيشتغل مع ناسا ان هم بيستخدموا ليزرز ان هم يكونوا العاصفات دي. انا ما بقولش الناس اي حاجة. انا كل اللي انا بعمله كاتاليست. عارف انت لما بيبقى فيه نوع من التجربة الكيميائية وبيبقى فيه ساعات حاجة اسمها كاتاليست، حاجة بتسرع النتيجة او بتسرع الاكسبيرمنت والتفاعل بالمادات. انا اعتبرني كاتاليست واحد، كاتاليست لمخك بيجي يحط افكار في دماغك زي دي ويخليك تقعد تفكر عشان ما تقعدش تصدق ان كل حاجة في العالم وفي الاخبار صدفة. مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة متخططة، كل حاجة ليها هدف وغرض. كوفيد كان ليه هدف وغرض. لحد دلوقتي يعني بجد لما بشوف واحد غبي قوي، عارف لما بشوف واحد غبي كده تشوف تقول عليه حمار ابن حمار، فاهم؟
اول فكره بتطلع في دماغي بروح اعمل كده، بقول انت هنا في كندا يعني لما واحد بحس ان هو غبي فشخ كده فاهم، بروح اعمل كده بقول له انت واخد 3 جرعات مش 2، انت واخد البوستر كمان ها، قول لي قال لي ايوه واخد، انا عارفك، انا عارف اشكالكم بتوع البوستر، تالت بوستر والرابع بوستر وبتاع، انا عارفكم كويس والله العظيم، بيبقوا معروفين دلوقتي، تحس كده في كده غباء كده فاهم، يقول لك كل الاخبار اخبار حقيقيه وكل حاجه تمام، ولا دي عاصفه صدفه كده جايه قبل الانتخابات بشهر. طب نرجع نقول ليه بيعملوا كده لدونالد ترامب؟ اعتقد لان هم عارفين ان دونالد ترامب مع انه هو لسه متصور في حاجه ليها علاقه ب 7 اكتوبر بتاعه، حاطط لك البتاع اللي هم بيحطوها دي وشالوم فشخ بقى فاهم، اعتقد ان هم خلاص قافشين ان ترامب عايز يحط امريكا الاول، ومش هيدعم ولا يوكرانيا ولا هيدعم اسرائيل، ويوكرانيا اكبر دولة فيها غسيل اموال لكل السياسيين بالذات كندا، على فكرة كندا وامريكا رقم 1، يوكرانيا دي بالنسبة لهم يعني فاهم ارض مقدسة لغسيل الاموال بتاعتهم كلها، الرشاوي بقى وكل الحاجات اللي هم بياخدوها، وبرضو يوكرانيا مكان استراتيجي جدا او بلد استراتيجي جدا ان هم يقعدوا يسببوا مشاكل وحرب لروسيا عشان يفرغوا روسيا من فلوسها. فالموضوع عميق جدا، مش بوتين مش راجل غبي داخل كده يخبط يمين وشمال، بالعكس مش هو اللي بيخبط يمين وشمال، البلد اللي ما ينفعش نتكلم عليها اللي بيتخبط يمين وشمال. فانا حاسس ان هم هرشين ان ترامب مش عايز حروب، دي كانت سياسته من الاول، هم ما توقعوش ان ترامب هيكسب اصلا اول مرة، دي كانت سياسته، انا مش عايز اعمل حروب، انا عايز احط امريكا الاول، ميك امريكا جريت اجين، رجع امريكا زي ما كانت، شغلانات ترجع للامريكان مش للصين، هتجيبوا حاجات هتشغلوا من الصين هيبقى عليها ضرائب، طلعوا المثالية من المدارس، غيروا قوانين الحفلات والخمرة والترانسجندر والتغيير الجنس وكل الكلام ده، غير كل القوانين، منع تغيير الجنس لاي اطفال تحت 18 سنة. اكبر جدال في امريكا من الحاجات اللي ترامب عايز يعملها الابورشن، ده موضوع كبير فشخ في امريكا دلوقتي، هم هرشين ان ترامب هيعمل حاجات مش ماشية مع الخطط بتاعتهم، مين هم؟ البلد اللي ما ينفعش نتكلم عليها. فبس يا معلم ده فيديو النهاردة، تعمل ايه في الدنيا زي دي يا اخي، تعمل ايه في دنيا زي دي ومستقبل شكله غامض وضلمة؟ تشتري بروجرام، تحسن من صحتك، تبقى راجل قوي، كل لحمة، ابعد عن الاكل الاصطناعي، ابعد عن البروسيست فودز زي اللانشن وكل الحاجات دي، وروح الجيم. ولو انت ما عندكش الامكانية انك تشتري بروجرام مخصص انا عامله لك عشان تعمل ترانسفورميشن زي دي ودي 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 ومنهم باسم يوسف، لو انت ما عندكش الامكانية انك تدفع لجسمك $149 عشان اعمل لك حاجة مخصصة تغير جسمك في 12 اسبوع، اشتري كتاب دمرها دي 2، كتاب التمرين بتاعي اللي انا مخترعه، اسلوب تمرين هو اللي وصلني للاولمبيا من اول سنة احتراف، والكتاب رخيص جدا. ممكن كمان تشتري معاه كتاب الوصفات، كتاب عبارة عن 100 وصفة، كل وجبة احلى من التانية، لو انت ما بتستحملش اكل الرز والفراخ والاكل الصعب ده، لو انت ما بتقدرش على الاكل ده ومش قادر تعمل دايت، اشتري كتاب الوصفات، لان كل وصفة من الكتاب كاتب لك فيها السعرات بتاعت كل وجبة والماكروز كمان، يعني كل وجبة كاتب لك فيها كم بروتين، كم كارب، كم فات، كم الياف، فانت نفسك ممكن تعمل الدايت بتاعك من كتاب الوصفات لو انت عارف انت محتاج كم سعرة عشان تخس او عايز تزيد في وزنك، جايبها لك من كل ناحية، ما ينفعش تقول لا. خش على اللينك اللي تحت للخدمات بتاعتي، اما الكتب او اما البرامج المخصصة تحت في محتوى الفيديو وفي الكومنتس، ويا جماعة بليز اعملوا سبسكرايب للقناة، المحتوى والمعلومات اللي انا بجيبها لكم دي في الفيديو مش سهلة، لازم اتعمق وادخل ايدي كده حفرها جوه في الارض عشان اطلع المعلومات دي عشان اجيب لكم المحتوى اللي بيعجبكم ده، ونشوفكم بكرة ان شاء الله في الحلقة الجاية.